اهلا وسهلا بكل متابعينا ومتابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان في هذه التغطيه الخاصه اللي هنتكلم فيها عن ازمه الطاقه العالميه واللي بتعاني منها العديد من الدول وخاصه دول اوروبا واللي زادت حدتها نتيجه تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه. ازمه الطاقه خلاص اصبحت امر واقع، وعشان كده بدات دول العالم تاخذ عده اجراءات من اجل توفير الطاقه وكمان اللجوء للطاقه البديله زي الطاقه النظيفه وكمان تقليل اعتمادهم على الغاز اللي كان في الاصل معظم دول اوروبا بتستورده من روسيا، ولكن بسبب المشاكل الاخيره ومجموعه العقوبات الموقعه على الدب الروسي تم وقف الاستيراد. بدات الدول الاوروبيه في وضع خطه بتهدف لخفض استهلاك الغاز وبالتالي الطلب عليه، وبتعتمد الخطه على خفض طلب الاتحاد الاوروبي من الغاز بحوالي 45 مليار متر مكعب، منهم حوالي 10 مليار متر مكعب لوحدهم هتخفضهم المانيا. اثناء وضع الخطه كان في مجموعه من الصعوبات واجهت الدول الاوروبيه في تعاملهم مع هذا الامر، لان مش كل الدول الاوروبيه هتكون قادره انها تحرر كميات ضخمه من الغاز لصالح الدول الاعضاء الاخرى، وكمان تم الاتفاق على استثناء الدول اللي شبكتها الكهربائيه غير متزامنه مع النظام الكهربائي الاوروبي وبتعتمد بشكل اكبر على الغاز لانتاج الكهرباء، وده طبعا لتجنب حدوث ازمه في امدادات الكهرباء في الدول ديت. خلينا اقول لحضراتكم كمان ان الخطه دخلت حيز تنفيذ في 9 اغسطس العام الجاري، وبتسعى لخفض استهلاك الغاز في اوروبا بنسبه 15% خلال الفتره من 1 اغسطس الماضي وحتى 31 مارس العام المقبل، وكمان تسريع العمل على تنويع مصادر الامدادات بما في ذلك عمليات الشراء المشتركه لتعزيز امكانيات الاتحاد الاوروبي في الحصول على شحنات بديله للغاز. لو جينا نتكلم بشكل تفصيلي عن الخطه في مجموعه نقاط، خلونا نبدا من النقطة الأولى وهي التحول من استخدام الغاز إلى الوقود البديل. بعض الدول الأوروبية بدأت تبحث عن مصادر طاقة جديدة ومتجددة ونظيفة، بالإضافة لاستخدام الطاقة النووية في حدود الممكن، وكمان كان مطروح على أجندة المفاوضات العودة لاستخدام الفحم وأنواع الوقود الثقيل الأخرى، ولكنه كان حل متاح عند الضرورة القصوى وبشكل مؤقت طبعا بسبب أضراره الكبيرة. النقطة الثانية في الخطة اللي تم وضعها من قبل دول الاتحاد الأوروبي هو تحفيز خفض الاستهلاك، وده هيكون من خلال دعم أنظمة المناقصات لتحفيز الشركات الكبيرة وتعويضها عن خفض استهلاك الغاز وإمكانية وضع خطط مساعدات من قبل الدول لدعم التكاليف وإبرام عقود تسمح باستهلاك أقل للغاز عند الحاجة. النقطة الثالثة هي خفض التدفئة والتبريد، ودي بتقوم على تنفيذ عدة عمليات توعية وطنية لتوفير الطاقة في جميع دول الاتحاد الأوروبي، وكمان إجراء تخفيض إلزامي للطاقة في المباني العامة بتشمل طبعا المراكز التجارية، إضافة إلى الالتزام بمستوى أقل لدرجات حرارة التدفئة والتبريد باستخدام الغاز خلال أوقات محددة في القطاع المنزلي. الخطة كمان تضمنت آلية طريقة لتفعيل إنذار على مستوى الاتحاد الأوروبي في حالة حدوث نقص واسع النطاق في إمدادات الغاز أو حدوث طلب مرتفع بشكل استثنائي، أو إذا تقدمت 5 دول أو أكثر من الدول التي أعلنت إنذار وطني بطلب إلى المفوضية الأوروبية، وستسمح هذه الآلية أو ستسمح عفوا هذه الآلية الطريقة بجعل أهداف خفض استخدام الغاز إلزامية. النقطة الرابعة اللي اتكلمت عنها الخطة اللي تم وضعها من قبل دول الاتحاد الأوروبي بتقوم على خفض استهلاك الكهرباء، وبالفعل بدأت بعض الدول الأوروبية في إجراء خفض طوعي بنسبة 10% من استهلاك الكهرباء وخفض إلزامي بنسبة 5% من استهلاك الكهرباء في ساعات الذروة خلال الفترة من 1 ديسمبر 2022 إلى حتى 31 مارس 2023 طبعا العام المقبل، وهيكون لدى الاتحاد الأوروبي الحرية في اختيار التدابير المناسبة لخفض الاستهلاك لكلا الهدفين. وكمان من بين النقاط الأخرى وضع حد أقصى لعائدات منتجي الكهرباء وتحديد سقف مؤقت لعائدات منتجي الكهرباء بما في ذلك الذين يستخدمون تقنيات حديثة. النقطة الأخيرة اللي اتكلمت عنها الخطة هي وضع تدابير لبيع الكهرباء بالتجزئة للشركات الصغيرة والمتوسطة. بعض الدول الأوروبية بتسعى لتحديد سعر مؤقت لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالكهرباء بهدف دعمها في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وكذلك يمكن بشكل استثنائي ومؤقت تحديد سعر أقل من التكلفة لتوريد الكهرباء إلى تلك الشركات. دي كانت أبرز النقاط الرئيسية لخطة المفوضية الأوروبية لخفض استهلاك الغاز خلال الأشهر المقبلة طبعا بسبب الأزمة العالمية اللي بتواجه دول العالم بسبب توافر الغاز ومصادر الطاقة المختلفة. بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في تغطيات جديدة من تلفزيون اليوم السابع.